موسيقى كلمة بقلم أحمد رجب. ننفرد بين شعوب العالم بأن الإنسان منا يخاطب الله في وحدته قائلا بتنهيدة حزينة يا رب أو يا رب سترك ورضاك، وتتدفق عبارات الاستغاثة بالله. ثم كسرت هذه الاستغاثات لله بعد أن حكم مصر أدعياء الدين، ولم يعد المصري يدعو من أجل نفسه بل من أجل مصر. واستجاب الله وظهر السيسي مطلبا شعبيا تلتف حوله مصر وتدعو له بعد الصلوات يا رب بارك في هذا الرجل واحفظه لمصر. أحمد رجب، أداء صوتي ياسر حماية.